اسمي شاوي قدور بن الحاج الجيلي المجاجي. تاريخ الميلاد تاعك الحاج؟ تاريخ الميلاد 1923. اسم الوالدة؟ اسم الوالدة المرحومة شاوي حليمة بنت عبد الرحمن شاوي. الحاج احكي لي كيفاش كنتوا عايشين في منطقة مجاجة قبل الثورة؟ قبل الثورة؟ كنا عايشين معيشة بسيطة، دور حول الفلاحة والكسب، يعني كالبقاري والماعز. يعني كنتوا تربوا المواشي؟ ايه. وتمارسوا الفلاحة؟ ايه، ونمارسوا أكثر معاشنا الفلاحة. هذاك ما كنا تابعين الفلاحة. هذا واش من سنوات الحاج؟ في الثلاثينات حتى الأربعينات حتى الخمسينات. يعني حتى قبيل الثورة كنتوا تمتهنوا هذا النشاط الفلاحي؟ ايه، قبل الثورة كان عندنا نشاط فلاحي. الآن الحاج احكي لي كيفاش بداية معرفتكم للثورة؟ المعرفة نتاعنا أول ثورة هي كانت في الثلاثينات، كانت السياسات تحرك للثورة وطلعت بالتدريج حتى للأربعينات، ثم لا دخلنا في الثورة. الأربعينات حتى الخمسينات دخلنا في الثورة، يعني ضد يعني بالتحديد الحاج، يعني الثورة نهار اللي انطلقت كيفاش عرفتوا بلي راهي كاينة ثورة في الجزائر؟ ونعرفوها بسبب يعني جمعية العلماء، ومن ساعة الشيخ عبد الحميد بن مديس رحمه الله يعني أعطانا يعني مبادئ ومقدمة وعرفناها يعني بدير الواسطة نتاع جمعية العلماء. الآن الحاج ثورة نوفمبر انطلقت، أنتم كاش مسؤولين في جبهة جيش التحرير اتصلوا بكم وأعلموكم بالثورة؟ اتصلوا بنا المحافظون السياسيون، مثال واحد تلفته راح لي يقول له الشيخ حمد البركاني، معناه كان يعني محافظ وهو اللي كان مع الشيخ سي محمد بهلول متلازمين دائما، ويعطونا يعني المعرفة، يعطونا المعارف فيما يخص الثورة وفيما يخص حتى يلحق الثورة من الأعمال والأقوال والمحافظة يعني عمي الحاج أنت شاركت في الثورة؟ إيه شاركت، يعني المسؤوليات تاعك اللي شاركت بها في الثورة؟ المسؤولية كنت معلم يعني للتلاميذ، معلم تلاميذ الصغار بواسطة الكتب، يعني جبنا كتب وعلمناهم الأناشيد الوطنية مثلا، وكتب في ذاك الوقت جبناها يعني جات من لبنان، كتب يعني كتيبات يعني صغيرة فيها أناشيد الثورة، فيها كيف يعني الأعمال رايحة تلحق بالثورة وأمثلة ويعني وقصص. هذه هي أول الابتداء تاعنا في الثورة، وثورة بواسطة الشيخ سي محمد بن بهلول وأمثاله كطلاق هني بن محمد مثاله، والمحافظين ياسر والعلماء، يعني جينا الأخبار يعني من جمعية العلماء بواسطة البصائر في ذلك الوقت. هذه هي اللي يعني كنا مجتهدين وبإخلاص، يعني نعملوا بإخلاص. الآن الحاج احكي لي على الشهيد محمد بن بوعلي. ايه، محمد بن بهلول هذا، بوعلي هذا، واش تعرف عليه الشهيد هذا؟ هذا محمد بن بهلول في الحقيقة أنا تربيت معاه، وهو ابن عمتي وأنا ابن خاله، وأول يعني الشيخ محمد بهلول هذا يعني في الحال نتاعو نتاع قراءته ولا فيما يخص. احكي لي حياته بالتفصيل، يعني تاريخ الميلاد وكيفاش. نبداو بتاريخ ميلاد الشهيد. ميلاد الشهيد هذا يعني كان صغير يتيم، وكان ابوي الله يرحمه يقول يسموه شاوي الحاج، هذا رباه، هو اللي رباه سنة تربية وتكلف. وقتاش الحاج وقتاش زاد الشهيد؟ هذا واش من عام تاع ميلاد الشهيد؟ يعني بالتقريب
إذا ما خانتنيش الذاكرة 1912 ولا هكاك بالتقريب، مانيش عاقل على قبل التسجيل هو اللي يقبض، لكن احنا باقيين هكاك. الوالد تاعو، اسم الوالد تاعو كيف يسموه؟ يسموه البوعلي بهلول. والوالدة تاعو؟ والوالدة تاعو شاوي الحاجة بنت الحاج جلالي، هذه عمتي في الحق. احكي لنا على الصغر تاعو كيفاش فوتوا للشهيد. الصغر تاعو فوتوا قراءة، تعلم. يقرا قرآن؟ لا، أولا نبدأ القرآن عند الشيخ، عند شيخ عندنا فيما يحفظ القرآن مليح جيدا، يقال له الشيخ بن موسى، أقرأ عنده يعني الحروف الابتدائية ثم القرآن، ثم انتقل إلى أبي، أقرأ عند أبي ثم في المدرسة الصغيرة تسمى سيدي مفتاح، أقرأ عليه التوحيد وقرأ يعني الفقه وقرأ يعني القرآن بتفسيره، ثم بعد انتقل من عند أبي إلى ابن عمي يسموه الشيخ شاوي الشيخ الدول. يعني الشهيد حفظ القرآن ثم تدرج في التعلم مبادئ اللغة العربية والفقه والحديث. إيه، هذا يعني عند الشيخ الحاج وشاوي، ثم بعد انتقل عند الشيخ علامة كذلك الشيخ الشيخ الدول الشاوي، توسع يعني في الفقه واللغة والتوحيد إلى آخره جميع المواد. ثم بعد شحال كان في عمره الحاج كي تلقى هذه العلوم؟ شحال كان في عمره؟ في عمره بلاك مانيش ناقل مليح، بلاك نقولوا 40 سنة ولا في ذيك الجهة، حينما كان يقرأ الفقه عند الشيخ الشيخ الدول. يعني الحاج بعد هذا التكوين في اللغة وحفظه للقرآن وتعلمه لمبادئ الشريعة الإسلامية والفقه، ما هي المسؤوليات اللي تقلدها؟ أتقلد بعد هذا الشيء كان دخل في الفلاحة، كان فلاح هو صاحب ذمات فلاح، دخل في الفلاحة وتوسع في الفلاحة مليح، ثم بعد مارس السياسة الحاج، مارس السياسة. ياه، ثم بعد كي لحقت السياسة افتح المدرسة، أسس المدرسة يسموها المدرسة الخلدونية، وودى حياته في الباقية إلا ما تخصص إلا للقراءة، باهي قري التلاميذ وقري الطلبة الكبار يعني في جميع المواد. شكرا. الحاج الآن حكينا على اتصالاته بالثورة، يعني أدواره اللي لعبها خلال الثورة. خلال الثورة؟ نعم. خلال كيما يعني خلال الثورة يعني مسؤولياته، هل كان منضوي تحت جبهة التحرير؟ كانت عنده علاقة بالمجاهدين؟ يعني واش دار الثورة الشهيد هذا؟ ها، في الثورة كان يعني كان نقولوا حسب التعبير كان محافظ سياسي كبير، وهو اللي قام يعني بالثورة فيما يخص الاتصالات هذه والجنود المحلية هو كونها، وفيما يخص يعني الاتصالات نتاع المالية يعني متصل هو بها من عنده بدات انطلقت الثورة ومشات إلى مجاجة إلى ولاد فارس إلى يعني هو كان محافظ سياسي وفي نفس الوقت مسؤول عن المالية واتصال يعني في منطقة مجاجة. إيه، ومسؤول على 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 المالية وعلى المحافظة على الشعب وعلى التحريض على الثورة، على مقاومة الاستعمار. على مقاومة الاستعمار. يعني الدور تاعو كان توعوي للشعب الجزائري. إيه، الشعب في منطقة مجاجة خاصة. منطقة مجاجة وحتى اتصال مع أولاد فارس. زيد الحاج حكينا، أعطينا معلومات عن الشهيد، هل اشترك في معارك؟ هل كان يخرج مع جيش التحرير؟ لا، هو ما جنتش جندي ولا كده. يعني كان سياسي هو سياسي. واش من سنة الحاج هذي؟ المركز اشتغاله كمحافظ سياسي واش من سنة؟ سنة في ستة من 48 وطلع. لا، أثناء الثورة الحاج، خلال الثورة، يعني الثورة انطلقت في 54، هو سنة 54 حتى 62، أعطيني الأدوار اللي لعبها في إذكاء نار الثورة عند الشعب الجزائري في منطقة مجاجة. هاودي قبضتني الدوخة شوية، طالت عليا الأسئلة ومانيش نجم
الان عرفنا الادوار اللي لعبها الشهيد، وشيء طبيعي انه فرنسا راح تقوم بمتابعه هذا الشخص لانه كان ضدها وكان يقوم باعمال تعبويه من اجل تحرير الشعب في منطقه مجاجه علي. احكي لنا الحاج الظروف اللي استشهد فيها الشهيد هذا البوعلي محمد بن بهلول رحمه الله. الظروف اللي استشهد فيها كيفاش فاقت له فرنسا وكيفاش استشهد، واعطينا التواريخ ان كنت تحفظ التواريخ. فرنسا في الوقت هذاك هو كان مشهور بالتعليم وبالسياسه ونشهر ياسر في الناحيه هذيك، ولكن فيقولوا البعض العمال اللي يعملوا مع العملاء العملاء تباع لفرنسا وبحثته في الوقت هذاك، يعني اعتقلوه الحاج وما قدروش به يبحثوه لقوات فكريه وعلمه، ما قدروش عليه يعني طلقوه. كي طلقوه بقى يعني في العمل نتاعو، مستمر في العمل نتاعو فيما يخص الثوره. يعني الحاج كي فرنسا لقات القبض عليه عذباته، احكي لنا كيفاش تعاملت مع فرنسا. البحث تاع فرنسا باقيه هكذاك متبعاته، ولكن ما بقات التعليم نتاعو حتى الاخير، ما بقاش التعليم ولا بقى الثوره ولا يعني بقى ينشط كل العالم. بقى ينشط في نشاطه. وكيفاش استشهد الحاج؟ استشهد يعني كانت ثم غزوه يعني دارتها فرنسا هجوم كبير. كيفاش الهجوم؟ وحاطت كاع بالبقعه هذه تاع الشاوي. ما هي الاسباب اللي خلت فرنسا تقوم بمحاصره هذه الدول؟ ايش هي الاسباب اللي خلت فرنسا تحاصر؟ لحقوها اخبار في هذه بقعه اهل الشاوي. كاين بعض العمال اللي باعوا البقعه مؤهلها، معنا دارت علينا حصار عظيم، حصار كبير ما كانش كاع وين هما. لا هو في الحق انقبض فما في البقعه، هما لكن استشهد فما. كيفاش استشهد الحاج؟ هل كان حمل سلاح شارك في هذا في الدفاع على القريه هذه؟ كيفاش استشهد؟ لا لا هو السلاح ما كانش سلاح، هو سلاح خاص يعني بالتربيه والعلوم يعني فيما يخص الثوره. السلاح ما سلحش هو انسان. تفضل كمل الحاج، احكي لنا كيفاش استشهد. كيفاش استشهد؟ انا نقول استشهد في يعني لما تقال البقعة وسركلاتها فرنسا هذه، الناس تنخسوا هاك وهاك باهي يهربوا باهي يتنخسوا من الجيش الفرنساوي، ولكن حصار كبير على جميع البقعة، ما كاش وين الإنسان يخرج بالحصار والعسكر والأسلحة الفتاكة. أما لا هو مسكين يعني الله يرحمه هرب، يهرب مع جميع المحافظين اللي كانوا فيهم والشعب كامل. أما لا تلقى تصابوه يعني في واحد المكان وصابوه ميت في الحق، صابوه ميت قرصوا عليه يعني قرصوا عليه وحتى تاكلوا الشعب يعني كي ناضوا من بعد يفتشوا في البقعة ثم يلقطوا في الموتى صابوه ميت. المنطقة اللي استشهد فيها كيف يسموها الحاج؟ يسموها يرموك. والتاريخ الحاج، تاريخ الاستشهاد تاعو وقتاش كان؟ كان في ولا على 57 هذيك. الحاج الان بعد ما استشهد الشيخ رحمه الله كيفاش عثروا؟ شكون اللي عثر على الجثة تاعو؟ عثروا عليه ناس من فما من يرموا كي جاو من بعد الغزوة هذيك وبداو يحوسوا على الموتى اللي ضايعين. أما لا صابوه زوج وقيلة ولا ثلاثة من يرموا، مانيش حاسي سماواتهم، صابوه ميت في يرموا فما في واحد المكان يقولوا له سيدي بوضاوية، ونقلوه لمنطقة أخرى ولا دفنوه في المكان اللي استشهد فيه؟ دفنوه في مكان وفم. حتى من بعد عام ولا عامين بالتقريب ولا شيء، واللي نلموا في الشهداء اللي موتا كاين اللي نقلوهم للنخلة، مقبرة النخلة هذه المجاجة.
هذه تاع سي معاذ العباس كان هنايا مقابلو بواحد البيت صانعها يقراو فيها التلاميذ صغار القران، يقري التلاميذ ويقري ثاني يعاونو ويقري معاه الفقه. سي معاذ العباس يقري الفقه، الفقه سيدي خليل، ويقري التوحيد ثاني معاه هنا. والشيخ متخصص للعلوم، لجميع المواد العلميه، منها جغرافية، منها تاريخ، منها حتى علم الجيولوجيا، ما يخلي حتى ماده، جميع المواد اللي تمشي عليها الاكاديمي اليوم هو قراها لنا في الوقت هذاك، وقراها لنا وفهمها لنا، وكان يقريها لنا ننفذوها، نمرقوا ننفذوها. قرينا نقولوا في الهندسه في الاشكال، وزن الاشكال تاع قطاع الارض، قريها لنا نفهموها في الصبوره، وصانع لنا الديسيمتر، ويدينا نوزن القطع الارضيه منا شحال فيها معناتها، شحال نقولوا المستعطين تضرب القاعده في كذا تخرج له كاع المساحه، ضرب المثلث تاع الارض هذه، وصانع الديسيمتر مش شريط، ما كانش الوسائل في ذاك الوقت، صانعها مش شريط، فات له ومعلمها موتر ومعلمها سنتيمتر ونوزنوا بها. كي نقراو الدرس هذاك نروحو ننفذوه، نقولوا له ها القطعة هذه مثال، هذه مستطيل، ها شحال في هذا المساحة نتاعها، ولا مثلث ولا مربع، هذه نقراوها عنده، كي نقراوها ننفذوها، نروحو عليه وانا ننفذوها. قرينا نقولوا فان في سماد الأرض، سماد الأرض، سماد الأرض فان نقراوه، ومن بعد كي نقراوها ننفذوه. نفذوه يقولنا سند الأرض مثال، فيه الطبيعي وفيه النباتي وفيه الصناعي، ويتفاوت في درجته، نروحو ننفذوه، نجيبو السند نتاع الحيوانات، نحفرو لهم طامير ونديرو الأزبيلة هذيك فيها، كي تتخمر بالماء، أما لا نجبدوها، كي نجبدوها يعطينا غرامات، هكا كل تلميذ يعطي له غرامات من القمح، ويقول له زرعها فلحها ومن بعد تلي الحساب شحال تقطع. نديروا لهم السماد هذاك نتاع السماد الطبيعي نتاع الحيوانات، ونصفوا نسطروا القمح حبه حبه هكذا، ونخدموا عليه ونديروا له السماد، وكي يوجد هذاك الفلاحه اللي فلحوها، اما لا نحصدوها، وكل تلميذ منا يدي هكا لهوة علشان ما تقطع له هذوك الجرامات اللي يعطيهم له، هو يوزنهم ويوزنهم ويدير مقياس نتاع التفاوت نتاع السماد، مثل هذا الصناعي نتاع الحيوانات يجيب أكثر نقولوا من نتاع النبات، ويضرب هو هذوك الجرامات، يقول لك حتى يقول لك مثال القروي إلا قلو شحال يجيب في الهكتار. عنده هو كان يفلح هنا القطعة هنا، ضرب فتنة عليها، قالها فين قالها بالتجربة، زرع النباتي فين يدير له حسابه، السماد النباتي يسموه، السماد النباتي يحرث الفول حتى كبر وبدا كاع منور، وجاب له العيدان ردوا كاع تحت الأرض سماد باه يخمر الأرض وتعطي له الغلة. في الوقت هذاك القروي يجيب له 20، الناس في ذاك الوقت تهموه، قالوا الشيخ هذا راه ماشي كيف النبات هذا نتاع الفول يردم فيه. انا اللي بدات في الحصاد اقطع له ما شاء الله، خبرهم بالحقيقه نتاع السماد، قال لهم يا ودي الارض هكذا تنخدم، وها الانواع نتاع السماد تاعها، وزيد فان كذلك حتى في التلقى نتاع الاشجار، فاني علمنا كيف نلقموا الاشجار، وكما نقولوا في كل فن يقري فيه ونمثلوه، نقراوه ونمثلوه. والمدرسه هذه تأسست في السبعه وربعين بنوها، وهو اللي نقل الحجره على الزويل وزويل البقعه وبناها، اسسها وما هذا اسمه العباس، وبناها بيدو، وكي بناها سلكها جعل فيها يعني الكتب، في ذيك الساعة من كل جهة يشري الكتب، يعني في يعني كطنطاوي في التفسير
القرآن العظيم، دائرة المعارف، المنتخبات، مجاني الأدب، هذا كنا نقراوهم عنده، وجعلهم قاع في المدرسة هذه اللي أنا فوقها هنا قاعدين، ودير المذياع البوسط في الوقت هذاك في الخمسين ولا شتا هذاك، كان البوسط قليل اللي يكسبوا، دايروا هنا باه نستخبروا الأخبار واش راهي تدير فرنسا واش راهي، أما لو ودايرنا يعني كتب نطلعوا يعني ما يخلص منا مجانا في سبيل الله، قرا برك ومفرش المدرسة بأسرها ووكل الطلبة من عنده يعني بغير أجرة، يوكلهم في سبيل الله، اقرا برك يوكلهم ومرتبهم اللي كبار يقراوا العلوم الفقه الجغرافية التاريخ كما كنت نقول لكم الكتب، والتلاميذ الصغار يقراوا فان كذلك تعليم القرآن حفظ القرآن، ويعني وهكا الطلبة تاعو هذا الجنان اللي راكم تشوفوا فيه هنا كامل الطلبة ياكلوا منه مجانا في سبيل الله، خضراء ولا يابسة الخضراء قاع تفوتها عن طلبوا هنا، والرتبة دير لهم الرتبة يوكلهم كيما كنا في الحوش، هاي طريق كاينة تروح منا للحوش هاك نتاعو الرتبة، أما لما شاء الله فهم بالإقامة كان عنده فلاح كبير في فلاح وعنده الكسب الحليب الدهان مع عايش الطلبة خير من اللي راهم اليوم في قسنطينة. الحاج السياسة كان يقريكم السياسة الحاج؟ ها ويقرينا السياسة، ها والسياسة، ها والسياسة وين تبداها هو بداها في 36 بالك هكا، لا من 45 بدا السياسة، لا وقبل ها كما كان متصل بجمعية العلماء وكانت تخرج لنا البصائر نقراوها في ذاك الوقت، نقراو البصائر هذه تخرج بالواسطة نتاع جمعية العلماء، البصائر كانت يعني تحكي على السياسة في الوقت هذاك. يعني تاع 56 راهي عند ايه اللي حافظ ويدسها للان البصائر تاع 56، وهو هنا كان فلاح كبير عنده 500 هكتار، كاع البشر هذا عايش منا في هذا في الوسمو تاعو، كاع البشر هذا البشر هذا منا عايش هنا في مخو 500 هكتار، عوضوا مال عوضوا هذا مال هذا وعنده المال والعلم وعنده فن التقوى، التقوى والاستقامة لله، يعلم في سبيل الله كلش في سبيل الله، ماشي هو يحوس عليك تقرا برك، المهم كي تقرا وتخرج ذكي وتخرج تنفع الدين والوطن، هذيك هي الغاية نتاعو ثم تنفع. بالمثل قلنا احنا زاوي واللي كلا لله خير ربي، خير أعطاه له دنيا ودين، الدنيا ماهوش مخصوص لها تماما، والدين كذل. قال لي اللي ما عندوش يقول له ما تصرحش ابنك وروح نعطيك قروي في اللي يعطيها لك الفلاح، روح انا نعطيها لك وخليه يقرا. اوكي. والتعليم مجتهد هذه يعني شهادتي عليه، يقري فينا التلميذ اللي ما يفهمش مساله قاعده ماشي ينهضوا ولا يضربوا. يجيب الكرم. يقول لنا الوالدين الشيطان. زمان الشيطان انا ما فهمتش ماشي انت يقولوا ما فهمتش ليا، هو الشيخ يقولها يقولوا انا مانيش قادر ما عنديش فكر واسع باه نعبر لك باه نفهمك، ها وكيف شوف ديك كان متواضع يا الحاج، يجيب الكرموس ويجيبه ويقول للولاد يفتي لهم فتوى اللي يجيبها يعطي له حبه واللي ما يجيبهاش ما يعطيلوش ما يعطيلوش، يجيب كرموس ويعمر جيوبته كرموس وحلوى كان يخلي الطلبة تاعو يتنافسوا يشجعهم باه يتنافسوا ويقراو نديروا مناقشة وهو يبقى يصمت لنا ويزن في الآراء تاعنا وين راهي كيف دايرة كيف التفاوت بيننا وكيف اللي من له فكر حي أو له يعني خمول، واللي كيقريه إلا ما جابش العدد نتاع النقط ما يضربوش يماركي له صفر هنا يسموه صفر يدير له هنا في الجبهة، ويقول للآخرين لاقوه بو صفر لاقوه بو صفر، يبداو التلاميذ متبعين بو صفر بو صفر ويقول له ما تمحيهش، أما لا هذاك يروح لخيمتهم يسيبوا الصفر في جبهته كما علامة الشقاوة ولا هذيك تحرضنا كضر على الحضور في الدرس.
هذا الشيخ الشيخ هذا قلت لك لو كان يفدى لفديناه بأرواحنا، ونقول لكم صح لها اللي في قلبي. تقول الاستقلال نوخره شويه بها ونخليه يزرع العلم ويزرع التوقع ويزرع في هذا الشعب. كان جوج قاضي كلش، كاش اللي فوتوا قاع ما كاش اللي فوتوا. وكما قال الحاج عبد القادر في ساعة الربيع هكا هو يمشي ما يقعدش، يدي المنجد معاه قاموس اللغة العربية ويروح هكا للحقول يحوس على النباتات اللي فيها يعني الطب اللي فيها نافعة، يعني وراي معلمة في المنجد. منجد في اللغة والإعلام. إيه الصفة نتاعها والاسم نتاعها يجيبها يقلعها ويقرأ في ابن سينا في كتاب الطب ويجعل منها يخرج منها عصارة ويداوي بها المرضى. المريض هو مكاش اللي يداويه وما يبراش. إيه بالتجارب نتاع النباتات هذه.